من القاهرة محللة أسواق مالية أماني رشيد من إكويتي جروب للحديث عن التطورات العملات الأجنبية. أهلا وسهلا بك معنا أماني. بداية يعني لاحظنا تراجع طفيف في أداء الدولار بالمقابل ارتفاع عوائد السندات الأمريكية. ما الذي حدث لأسعار الدولار التي ذهبت فيه نحو التراجع الطفيف؟ صباح الخير. طبعا عندما نتحدث عن الدولار الامريكي خلال تداولات اليوم الثلاثاء نجد انه شهد بعض التراجعات الطفيفه، ولكنه لا يزال مستقرا بشكل عام بالقرب من اعلى مستوياته منذ عقدين او اكثر من عقدين من الزمن، وبالتحديد منذ عام 2002 عند مستويات مؤشر الدولار الامريكي الان. يعني ارتفع بالامس مؤشر الدولار الذي يقيس قيمه العمله مقابل سته عملات، ارتفع لاعلى مستوياته عند 104، وهذا يعتبر اعلى مستويات منذ اكثر من عقدين في الوقت الذي يتجه فيه الفدرالي الامريكي لتشديد السياسه النقديه بوتيره يعني اسرع من المتوقع في مكانه توقعات العام الماضي. وجدنا ان الفدرالي الامريكي يواصل سياسته في رفع الفائده، كانت اخر مره رفع الفائده ب 50 نقطه اساس، وايضا توقعات ان في كل اجتماع حتى نهايه العام سيكون هناك رفع. الان التوقعات يعني تسعر احتمالات رفع الفائده تصل لنسبه 90%، ان يقوم الفدرالي ايضا في الاجتماع المقبل برفع الفائده بحوالي 50 نقطه اساس، وبالتالي في تشديد السياسه النقديه يدعم ارتفاع الدولار او زياده الطلب على الدولار الامريكي مقابل اغلب العملات الرئيسيه، خاصه وان البيانات الاقتصاديه لا تزال داعمه للدولار الامريكي. فبالرغم من استقرار البطاله بالقرب من مستويات 3.6 كما اظهرت البيانات الاسبوع الماضي، ولكن بوجه عام يعني استمرار تعافي قطاع سوق العمل واستقرار البطاله عند ادنى مستوياتها يعني لا تزال داعمه لمضي الفدرالي الامريكي في تشديد السياسه النقديه، خاصه ان احنا ننتظر الان يعني غدا الاربعاء بيانات التضخم الأمريكية. وبالرغم من التوقعات اللي صالح تباطؤ وتيرة نمو التضخم طبقا لمؤشر أسعار المستهلكين من 8.5% ل 8.1% على أساس سنوي، ولكن لا يزال 8.1% حتى لو جاءت ضمن التوقعات، ولكن تلك المعدلات لا تزال داعمة لمضي الفدرالي الأمريكي في تجديد السياسة النقدية وداعمة للدولار الأمريكي مقابل أغلب العملات. نعم، يعني إذا من المتوقع أن تصدر اليوم غد كما تفضلت أماني مستويات وأسعار المستهلك في الولايات المتحدة، معدلات التضخم هي يعني وفق التوقعات ستكون أيضا مرتفعة بالرغم من هذه الإجراءات التي قام فيها الفدرالي الأمريكي، لكن هذا الارتفاع هذه الارتفاعات في أسعار الفائدة كيف تؤثر على باقي العملات؟ إذا ما تحدثنا عن اليورو، تحدثنا عن الين الياباني، كيف تؤثر بشكل يعني مباشر على هذه الأسعار؟ نعم، بالفعل طوال الفترة الماضية عانت أغلب العملات الرئيسية سواء اليورو الاسترليني، الين الياباني، الفرنك السويسري من استمرار ارتفاع الدولار الأمريكي. وجدنا أنه بالنسبة للين الياباني ارتفع المستويات 131 ين لكل دولار، وهذا أعلى مستوى منذ أكثر من عقدين. أيضا اليورو وصل تراجعه لمستويات 1.05، الجنيه الاسترليني وصل تراجعه أيضا لمستويات 1.23. وبالرغم من استقرار اليورو والاسترليني نوعا ما او يعني تحرك اليورو والاسترليني في نطاق عرضي مقابل الدولار الامريكي، ولكن استمرار مضي الفدرالي الامريكي في تجديد السياسه النقديه بشكل كبير جدا رفع الفائده بوتيره قويه جدا لا تزال داعمه للدولار الامريكي. فعندما نتحدث عن انه بالرغم من مضي البنك انجلترا ايضا في رفع الفائده، ولكن لا تزال هناك يعني تباين في اسعار الفائده ما بين بنك انجلترا والفدرالي الامريكي، خاصة ان التوقعات لبنك انجلترا لا تزال داعمة لاحتمالات رفع قد يصل يعني 1% كحد اقصى، ولكن على الجانب الاخر الفدرالي الامريكي توقعات رفع الفائدة تصل الى 2.5%. فطبعا استمرار يعني اتساع الفجوة ما بين بنك انجلترا والفدرالي الامريكي طبقا لرفع الفائده، هذا ايضا لا يزال داعم للدولار الامريكي. اما بالنسبه لليورو فيعني نوعا ما بدا اليورو في الاستقرار مع توقعات انهاء البنك المركزي الاوروبي لبرامج شراء الاصول في وقت ابكر مما متوقع، وبالتالي فهذا يدعم نوعا ما حفاظ اليورو او يعني محافظه اليورو عن مستويات 1.05 مقابل الدولار الامريكي، ولكن استمرار تباين السياسات النقديه طبعا
بالنسبه للبنك المركزي الاوروبي الذي لا يواصل سياسته النقديه التوسعيه والفضاله الامريكي الذي يشدد السياسه النقديه بوتيره قويه جدا، لا تزال داعمه للدولار الامريكي مقابل اليورو على المدى البعيد. نعم، يعني على ما يبدو بان التاثيرات كبيره على معظم العملات الرئيسيه، لكن اذا ما تحدثنا وانت معنا من القاهره عن الجنيه المصري، اذا لاحظنا حاله من التراجعات في اداء الجنيه المصري في ظل هذا الارتفاعات في اسعار الدولار، هل يعني هنالك قرارات مرتقبه من المركز المصري تتعلق بيعني دعم الجنيه المصري؟ نعم، نحن ننتظر الآن يعني قرار البنك المركزي المصري الأسبوع المقبل، وأغلب التوقعات يعني حالة من استمرار تراجعات الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي في الوقت الذي يعني نرى فيه ارتفاعات للدولار الأمريكي بشكل كبير جدا، ليس فقط أمام الجنيه ولكن أمام أغلب العملات كما أشرت اليورو والاسترليني، أغلب العملات على الصعيد العالمي لا تزال تعاني أمام الدولار الأمريكي. وبالنسبة لرفع الفائدة فهناك عدة بنوك مركزية حتى في الوطن العربي بدأت في رفع الفائدة تلقائيا مع استمرار او بدء الفيدرالي الامريكي في رفع الفائده بوتيره سريعه، ولكن البنك المركزي المصري باجتماعه الاسبوع المقبل ايضا تشير التوقعات لانه احتمال ان يستمر في او يتبع نهج بقيه البنوك المركزيه ويتجه لرفع الفائده في محاوله للحفاظ على قيمه الجنيه المصري والمحافظه على المستثمرين الاجانب داخل مصر، ولكن بالنسبه لشهادات ال 18% من المتوقع ان يبدا البنك المركزي المصري في الاستغناء عنها والعوده للشهادات ثلاثة أعوام بفائدة 12% كما كان سابقا. نعم، محللة أسواق مالية من إكويتي جروب الأستاذة أماني رشيد، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا.